معروف احنا فين؟ من انت عامله فيا ده؟ لا سنيورة بص ما عملتش حاجة، بس انا باخد حقي، باخد حقي من كلكم. بداية الاول كان دكتور احمد، بس في ابوكي اللي بيسمى العيال الصغيرة عشان يبيع دمهم ويكسب من وراه. ابوكي اللي هاخد حقي منه فيكي. وانا مالي، انا ذنبي ايه؟ وانا اخويا الصغير العيل ده كان ذنبه ايه؟ نطط قرد. اما اشوف ابوكي بقى هيعمل ايه؟ انا بعتك له حته حته. قلبني. قولي يا حبيبي، انت قلت لي اسمها ايه؟ اسمها امينه يا امي، امينه محمود العربي. ايوه هي بنت محمود العربي. بس مش مهم هي بنت مين، مش مهم هي بتعمل ايه في حياتها، المهم اني حاسس ان ربنا حطني في طريقها زي ما هي جت في طريقي فجاه، وهتحب بيها زي شيرين الله يرحمها بالظبط. اوعى تكون حبيتها عشان بتفكرك بيها. لا يا امي، انا حبيتها عشان بتفكرني بيك انت. الله يا ماما بخاطرك، وانا عايزه ايه من الدنيا؟ ربنا يسعدكم ويهنيكم ويعجبك اول بيت لما تيجي وتشوفيه ان شاء الله. قوي قولي يا احمد، انت شفتها فين؟ ياه، هو سؤال صعب قوي قوي في الكتاب. لا يا حبيبتي ولا صعب ولا حاجه، انا قابلتها في مستشفى في لندن. انتي ايه اللي جابك؟ انتي السبب في موت ابني. ايه دي امي؟ ايه دي؟ مش عايزه اشوف وشك بعد كده، امشي اطلعي بره. يلا يا بنتي يلا. خلاص يا امي هدي، مشيت. فريد، هو الدكتور قال لك ايه؟ هو في ايه؟ انا رجليا مش قادره احركها، مش حاسه بجزء التحتاني، وقالك ان انا انشليته ولا قالك ايه؟ انا انشليت مش كده؟ انشليت. يا احمد يا حبيبي يا ابني، يا ابني، يا حبيبي يا ابني. يا دكتور طمني. معلش يا فريد، والدتك الظاهر الصدمه كانت جامده عليها، جالها شلل نصف مؤقت، ان شاء الله مع العلاج هتبقى كويسه. عن اذنك عشان دي حقنه مهدئه. لسه ذوقي بيعجبك؟ حلو قوي، ميرسي يا احمد. دي اقل حاجه اشكرك بيها يا امينه على وقفه الجنب، انت ليكي قد اللي ليا في كل اللي وصلنا له، وانا روضه لحط الدنيا كلها حوالين رقبتك، والله ما اتاخر. انا بحبك يا امينه، وانت عارفه كده كويس، مش ممكن اكذب عليكي ابدا. صدقيني انا معرفش اذا كان منصور مجرم ولا لا، حتى إذا كان كده أنا ماليش أي دعوة بيه. مصدقني؟ يا أستاذ، ليه ما ندهتليش؟ يا حبيبتي كفاية علينا اللي أنت عملتيه الأسبوع اللي فات كله. ما تقولش كده يا أستاذ، ده أنا مش مصدقة إني قاعدة معاك أصلاً. صوري، كنت فاهم لما نزلت الشارع ان انا هلاقي الناس كلها بتجري حواليا و...
وتيجي تسلم عليا ولا حد عارفني. آفة حارتنا النسيان. مش عمك نجيب محفوظ قال كده؟ الناس بتنسى، مش مهم كان كويس ولا وحش، بتنساه. انا شخصيا مش عارف ان كنت بالنسبه لهم ابقى كويس ولا وحش. يعني ايه مش عارف يا استاذ؟ ده انت حضرتك استاذ مصر كلها. لا مش مصر بس، ده في دول كتير في العالم بيدرسوا الكتب بتاعتك. للاسف انا اللي سبت الناس ومشيت. لا يا استاذ، لحد دلوقتي في ناس عايزه تتعلم من حضرتك، لحد دلوقتي في ناس بتدور على كتبك، بتتفرج على برامجك. حضرتك ممكن ترجع ساعة ما انت عايز. للأسف لما مشيت في طريق اتجاه واحد ما ينفعش ارجع منه تاني. يا استاذ في سؤال طول عمري نفسي اسأله لك، هو مش عارفه هو صدفة او ليه علاقة بالموضوع، بس حضرتك لما بعدت عن الناس والتلفزيون كان في نفس الوقت اللي نزل فيه كتاب أمينة. مش عارفة الكتاب يعني له علاقة بالموضوع ولا لأ، أصل أنا عرفت إن حضرتك زعلت قوي لما قريت الكتاب. شوفي، هو الكتاب اللي أمينة كتبته زيه زي أي كتاب في الدنيا، بس للأسف هي كتبت عن ناس ما كانش المفروض يتكتب عنها في الوقت ده، لأنهم أكيد هيأذوها، أكيد هيجننوها، عشان كده هي حاولت تموت نفسها. مين هم يا أستاذ؟ مين الناس اللي جننوا أمينة؟ شوفي، الناس اللي هي جابت سيرتهم دول مش منظمة أو حاجة يعني معروفة، لكن هم عاملين زي عساكر الشطرنج، كل عسكري بيحكمه قائد أعلى منه، والأعلى منه بيحكمه واحد أعلى منه، واللي أعلى بيحكمه أعلى من اللي أعلى، وهكذا سلسلة بشرية لا حصر لها. يعني تقصد إن أمينة لما كتبت العهد كانت بتكتب عن مؤسسات كبيرة، مثلا منظمات، حاجات كده؟ شوفي، إحنا عندنا هنا المسميات في بلدنا مسميات ما تفهميش منها حاجة، وكل حاجة بنديها أكبر من حجمها، وفاهمين إن إحنا اللي بنتحكم فيها مع إن هي اللي بتتحكم فينا. خليك حضرتك، ده أكيد حاتم. ياسين؟ كليو، إزيك؟ الحمد لله. أمينة موجودة؟ اتفضل. استاذ محمود، صح، ازاي صحة حضرتك؟ البقاء لله. ما بيك يا ابني، شكرا. ياسين بيه، حضرتك عرفت العنوان ازاي؟ انا كلمت فريدة عزي وعرفت العنوان منه. طيب بعد اذنك يا استاذ محمود، انا ليا كلام مع ياسين، هستأذنك نقعد في مكتبك دقيقتين. اتفضلي يا بنتي. اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. مين ده يا بنتي؟ ده ياسين صاحب فريد ويعرف أمينة. ياسين ده أنا بتهيألي شفته في حتة قبل كده، أعرفه من مكان، اتخيلت بيه يعني. البقاء لله. انت اللي عملت كده في احمد. لا طبعا، انت بتقول ايه؟ يعني ايه؟ انا اللي موتته لوحدي؟ امينة، انت بتقول ايه؟ ايه اللي موتيه بس؟ ايوه موتته لما مشيت وسبته، لما تمسكت بقراري وسرقت الورق بتاعه، لما سرقت العينات اللي احمد قتل بسببها. انا عارفه انت عملت ايه،
انت رحت المنصور زي ما قلت لي، رحت معاك الفيروس الحقيقي. منصور انتقم من احمد، احمد اللي ملوش ذنب في اي حاجه، احمد اللي كان بيحاول ينقذني انا وبنته مات. مش هو ده اللي حصل؟ يبقى موتناه ولا لا؟ رد عليا. لا يا امينه، لا لا، اللي قتل احمد مش منصور، اللي قتل احمد حد تاني. الراجل اللي كان بعته منصور لما دخل على احمد لقاه مقتول. انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان هو هيقول ان هو اللي قتله؟ لا بس انا اعرف مين اللي قتله. اللي قتل احمد السواق بتاعي، معروفه، اخو رضا الولد الصغير. وكان عايز ينتقم من احمد بس انا منعته، بس خلاص اتجنن اتصرف من دماغه. مش بس كده، معروف خطف هالة وبيهدد منصور بيها. خطف هالة؟ انت عرفت ازاي؟ انت عرفت الكلام ده كله ازاي؟ معروف كان المفروض انه يوصل هالة بيتها، بس هالة مرجعتش. محدش عارف معروف فين دلوقتي. معروف كان عارف كل حاجة ليها علاقة بأحمد ومنصور، بس اللي قتل أحمد أبو العيلة هو أحمد أبو العيلة نفسه. وما ينفعش، ما ينفعش أمينة محمود العربي اللي كانت طول عمرها تحاول تفضح ناس زي منصور تزعل دلوقتي إنها عرفت تفضحه فعلا. مش ده كان هدفك؟ ده اللي كنت عاوزاه؟ مش ده كتابك؟ تاني؟ كتابي؟ أنت برضه ماشي ورا الكتاب؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت فاكر إن أنت تقدر تقف قصاد شبكة مليانة مجرمين؟ بيتعاملوا بالمليارات، فاكر إنك تقدر توقفهم لوحدك؟ مش لوحدي يا أمينة، أنت معايا. امشي اطلع برا، اطلع برا يا ياسين، انا مش عايز اشوف وشك تاني. مبروك عليك اكسيوم،